اليوم الأحد 24 من شهر رمضان المبارك، نقوم بتنفيذ مشروع توزيع السلال الغذائية لشهر رمضان في منطقة الحيمة قرية مقيسة بالحديدة، المقدمة من منظمة UMR. قال المنظمة اللي يتبرع لنا بزيت وسكر وبازالية ودكت ورز وسكر. نشكر المنظمة، قبل لحنا صليط وفول ودقيق ورز سكر. نشكر المنظمة اللي تبرع. جزاه الله خير، قال لنا زيت، قال لنا فول، قال لنا سكر، قال لنا رز، قال لنا دقيق. شكرا شكرا، جزاكم الله خير يا منظمة.